امبارح يعني بالصدفه ما اعرفش او يمكن حضرتك عرفت ان انا كنت في زوم ميتنج. انا بعمل زي ما حضرتك اكيد عارف المبادره دي بتاعه ساعه مع الوزيره، وهي عمرها ما بتبقى ساعه، هي من 4 لـ5 ساعات. حضرتك كويس، تقدر تشرفنا. معلش. فالمبادره دي هي عباره عن ان احنا بنختار جاليه من الجاليات، هي دي اللي يبقى عليها الدور ان احنا نتواصل معاهم، ناخد العناصر القياديه او الناس اللي معروفين او اللي ليهم علاقات مع بقيه الجاليات. طبعا لان احنا مش هنقدر ان احنا يعني نلم الجاليه كلها، احنا عندنا في دولة زي السعودية مثلا عندنا 2.5 مليون تقريبا. مواطن، فمستحيل. صحيح. فبنحاول بقدر الإمكان إن الشخصيات اللي هي المعروفة أو الشخصيات اللي هي ليها علاقات بالناس أو ليها أعمال بتخدم الجالية نفسها، إن احنا نعمل زوم ميتنج معاها. وطبعا ناويين إن احنا نوسع بعد كده لما تلف العالم، نرجع تاني ونوسع ونكبر وكده.